للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي. مرحبا بك أستاذ علي، كيف تصف أوضاع السجون في العراق؟ الحقيقة مشكلة العراق الآن الأساسية أن لا توجد لا منظومة قضاء ولا منظومة تحقيق ولا حتى ما يسمى بوزارة العدل. يعني حتى المنظومة الحكومية اللي هي يفترض وزارة العدل هذه ما لها وجود حقيقة، لأنه وزارة العدل الآن مشتتة بين ميليشيات سابقة مصرة على السيطرة عليها، واللي هي ميليشيات حزب الفضيلة، وميليشيات أخرى الآن من أحزاب أخرى يعني تريد تعيين مسؤولين آخرين بها. فالمشكلة الأساسية يعني نحن نتحدث عن سجون وزارة العدل، وحينما نتحدث عن سجون وزارة العدل يفترض المعتقل فيها انتهى من التحقيق وانتهى من كل وسائل الضغط حتى يصل إليها لكي يتحول إلى نزيه. التعذيب يجري في سجون يفترض فيها المعتقل نزيه يقضي عقوبته. هذه هي المشكلة. المشكلة الأخرى والأهم في العراق هي عدم وجود يعني أي منظومة قضائية تحقق بالانتهاكات أو تنصف المعتقلين. وبالنسبة للمعتقلين الآن كثير ما يقال أنه هذا تشابه أسماء أو طيب. وشاية. ما مدى إمكانية؟ لكن الحقيقة الثابتة أن 99% من المعتقلين في العراق معتقلين على أساس طائفي. وبالنظر لهذا الأمر يعني ما مدى إمكانية مفوضية حقوق الإنسان لتغيير هذا الوضع؟ يعني تقول المفوضية إن السجون غير مؤهلة على وفق المقاييس النظامية وهو مثل ما تفضلتم. ما الدور الذي يجب أن تقوم به المفوضية لتحسين حالة السجون؟ هل بإمكانها؟ هل تستطيع؟ سيدي الكريم، مفوضية حقوق الإنسان وفق الدستور العراقي يفترض أنها تكون برلمانية غير خاضعة للحكومة، لكن المشكلة أن مفوضية حقوق الإنسان تنتمي لأحزاب تابعة للحكومة، ومفوضية حقوق الإنسان كلامها مجرد عملية ذرمات في العيون، أو تجد منهم شخص من أعضاء المفوضية يختلف مع بقية الأحزاب اللي مسيطرة على فلان سجن أو فلان دائرة أو فلان مؤسسة. أما عمل حقيقي من مفوضية حقوق الإنسان لا يرجى منها يعني خير للمعتقلين. ولاحظنا أنه في بداية تشكيل مفوضية حقوق الإنسان كان الدكتور الله يرحمه الدكتور حارث العبيدي فيها، وكان من الأعضاء النشطين، وتحرك تحرك قوي، ولذلك استشهد في ظروف غامضة بسبب هذه التحركات وبسبب أقوال الصادقة بها. مفوضية حقوق الإنسان تابعة لأحزاب أغلبها يعني متورطة في عملية الاعتقال وابتزاز المواطنين وتعذيب المعتقلين، لا يرجى منها أمل. الأزمة إذن تتعدى السجون إلى الإخفاء القسري أستاذ علي. في تقرير لمنظمة مينا رايتس جروب يعني قالت فيه أن العراق هو الأول عالميا من حيث عدد المخفيين قسريا، لماذا يدوم الوضع على هذا الحال؟ لأنه انهيار منظومة القضاء، انهيار منظومة التحقيق، لا يوجد قضاء عادل الآن يحقق في مصير المغيبين قسرا. وهناك إحصائية تقول بأن يعني منذ انطلاق ما يسمى بالعنف الطائفي سنة 2006 إلى يومنا هذا عدد الناس المختفين قسرا فقط في بغداد ومحيط بغداد يصل إلى 250,000. الأمر في العراق كارثة كبيرة ويتطلب تدخل دولي، يتطلب لجنة تحقيق دولية محايدة، يتطلب تدخل المحققين الخاصين بالأمم المتحدة في قضايا التغييب القسري. هل بالإمكان تشكيل مثلا لجان فعالة لمحاسبة المتسببين بعمليات الإخفاء القسري في العراق، والمتسببين أيضا بما يجري في العراق من يعني غياب المعايير الخاصة بالسجون؟ تستطيع مفوضية الأمم المتحدة
وممثلية الأمم المتحدة في العراق أن تقوم بهذا الدور. لكن للأسف مفوضية الأمم المتحدة في العراق أصبحت الآن جزء من منظومة يعني برنامج اليونامي اللي يكلف العراق مئات الملايين الدولارات سنويا، وبرنامج اليونابس، هذه كلها برامج ومؤسسات أممية مختصة بشؤون العراق مهمتها مساعدة الشعب العراقي. ما يجري الآن أن ممثلية الأمم المتحدة وبرنامج اليونامي وبرنامج اليونابس الآن يقومون بمساعدة الحكومة العراقية، وهذه كارثة. ورأينا في الآونة الأخيرة أن ممثلة الأمم المتحدة تجتمع مع السفير الإيراني لبحث شؤون الوضع الأمني والإنساني في العراق، وهذه كارثة كبرى أكثر، لأن إيران من خلال ميليشياتها ومن خلال تأثيراتها ضالعة بكل الانتهاكات التي تجري في العراق. أضف إلى ذلك أن السفير الإيراني ينتمي للحرس الثوري ويحمل رتبة بالحرس الثوري الإيراني، والحرس الثوري الإيراني مصنف كمنظمة إرهابية. شكرا لك أستاذ علي القيسي من برلين، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني.